الفلور، والله ما ادري نطقت الاسم صح ولا لا، بس والله الموقع بعيد صراحه. يعني انا طالع من النظير الى ان وصلت الموقع ساعه وشوي. طبعا هو في منطقه ملهم على طريق القصيم، لكن ما في مشكله. دحور المعرض اليوم، طبعا افتتاح المعرض، بدنا نجي نشوف. صراحة أنا أول مرة أجي، بدنا نشوف. وعلى الله، الله كريم. إن شاء الله بس يكون الصوت واضح. شفت ناس متجمع عنده، بس ما ادري هل هو ولا لا، بس اشوف هذا كانه كبير. السلام عليكم. هلا. وين المواقف الحبيب؟ يمين. طيب هذا وش اللي على اليسار هناك؟ هذا مزاد الصقور. مزاد الصقور خلاص ولا باقي؟ والله ما ادري، بس اتوقع. يلا يعطيك العافيه. اوه السالفه على اليسار طاف مزاد الصقور. اجي هذا الموقع عادة اروح لارض المعارض اللي تيريري. وين؟ والله يبدو لي تنظيمه كأنه كويس. السلام على اصبر، اقرب شيء عند الباب والله ما فينا حيل، بعد شوي نطلع. نطلع الواحد يتعب. يا لا لا يا لا. ايوه والله كانه في مواقف هناك. السلام عليكم. انت داخل؟ ايه. يمين ها؟ في موقف فاضي هنا ابو علي. لا والله انه فاضي. او ماي جاد، ايش بلا هذا؟ خربان يقهرنا الحاله. ايش الحساس الغبي هذا؟ استغفر الله العظيم. دقيقه خلونا نوقف.
هو والله كبير صراحة وحلو، مكان كبير وجميل شكله مرتب، مكان بالراحة يفتح النفس عاد ما أدري شلون من داخل.